السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو إزاي هنعمل الخلفية دي. زي ما انتم شايفين الورق اللي أنا بلزقه دوت، إحنا عملنا عنه فيديو قبل كده وهنعرضه دلوقتي عشان نشوف الورق ده اتعمل إزاي. ممكن تعمل منه احجام كبيرة وممكن تعمله احجام صغيرة او ارفع او ادخن على حسب ما انت عايز، وتبدأ بمسدس الرش وترش حواليها زي ما اتعلمنا في الدروس اللي قبل كده. زي ما انتوا شايفين بنجيب ورقة او اي خامة تانية. ممكن الخامة اللي انا زي اللي انا شغال عليها دي خامة اسمها خامة البنر اللي هو بتاع اليوفط. اي خامة قديمة او اي كرتونه كبيره مساحتها كبيره اقدر ارسم عليها دوائر وافرغها واستعملها بنفس الاستعمال دوت. وطريقه لزق الورقه من الظهر عشان ما حدش يقول لي الورقه بتلزق ازاي على الحيطه، بجيب لزق عادي زي ما حضراتكم برضو في الفيديو الاولاني شفتوه. بجيب لزق والفه بطريقه معينه في الظهر بحيث ان هو يلزق ورا وقدام، يلزق في الورقه ويلزق على الحيطه، وابدا ارش في المنطقه دي سايبس 2000 نص لمعة. عامل انا درجة كافيه فاتحة جدا، يعني قريبة من درجة البيج، ولذلك انت ممكن ما تشوفهاش وانا برش. وببدأ اوزع دوائر في كذا منطقة من المناطق بتاعت الحيطة اللي هترسم عليها الاستنسل. ببدأ اوزع، بعدين برسم بالقلم الرصاص 4 وردات، واجي افصل ما بينهم او هيتوصل ما بينهم بفرع ستنسل. فبدي تظليل الاول بلون اغمق شوية من يعني اغمق من الكافيه اللي انا عامله، بغمق الكافيه اللي انا عامله في الرش في مسدس الرش او في علبة خارجية. المهم ان انا بدي خطوط اغمق تبان ان هي اغمق على الحيطة، وممكن ما تكونش باينة الفيديو ولكن هي باينة فعلا كويس جدا على الحيطة. وابدا اوزع فروع شبه فروع للاستنسل ودوائر وبرعم فيها. وكل مكان من الاماكن اللي انا هعمل فيها ديت هيترسم منه في ورده، والورده دي هتفرع منها فروع بني زي اللي حضراتكم شايفينها ديت على الشغل. طبعا في 4 رسمات للورده، التصوير عشان مش كويس مش هنقدر نشوف منه حاجة، ولكن انت تقدر ترسم اي نوع من انواع الوردة او اي شكل من اشكال الوردة. وتبدأ تلونه مثلا باللون الاحمر والابيض النص لمعة برضو. زي ما حضراتكم شايفين انا برسم وردة بالشكل دوت، وهنعمل ليها فيديو او طريقة معينة، ولكن استنونا في الفيديوهات اللي جاية، او ممكن تختار وردة من الورد اللي انا رسمته قبل كده وتعملها في نفس المكان دوت. ببدأ ارسم الورد كله جزء جزء، وابدأ من بره، وفي ورد هبدأ فيه من جوه على حسب الشكل وعلى حسب الطريقة اللي انت شغال بيها في رسم الورد بتاعك. بعد ما رسمنا الورد يا جماعة هنبدأ نحط استنسل باللون الاسود على الاماكن اللي احنا عملنا فيها تظليل. الاماكن اللي احنا عملنا فيها تظليل من البداية اللي احنا ساعة ما احنا بنقول عملنا بني غامق هنعمل فيها فروع استنسل بالطريقة دي. فروع الاستنسل ملهاش شكل محدد، ولكن بعمل خطوط توصل الوردة بالوردة، وببدأ اطلع منها ورق وبرعم وحاجات. ده بداية الاستنسل طالع من الجزئية دي مثلا بالشكل ده، بدي خطوط وبعمل فيها ورق.
وببدأ أوزع الستنسل من الوردة دي للوردة دي، تمام، وأمد الستنسل لبره شوية عشان يفرد معايا على الجنب. احنا عملنا الدوائر الأولانية ديت يا جماعة، بتدي كخلفية للشكل الحيطة من قدامنا، وتقدر تعملها. وأبدأ أعمل الفروع بتاعتي يا جماعة، وورق زي ما انتوا شايفين كده، وأوزعها في المكان بحيث تشغل معايا الجنب زي ما حضراتكم شايفين. وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، واشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.